مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في لقاء يومي متجدد على شاشة النيل للأخبار وحلقة جديدة وقراءة في مشهد جديد. في أول اتصال بين تركيا وإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي اتصالا مع المتحدث باسم الرئاسة التركية. خلال هذا الاتصال أعرب عن قلق واشنطن من تقويض تماسك حلف شمال الأطلسي الناتو بسبب امتلاك تركيا للصواريخ S-400، هذه الصفقة التي عقدت مع روسيا في عام 2017. حول هذا الملف وآفاق العلاقات بين تركيا وبين الولايات المتحدة في ظل الإدارة الجديدة، وبالفعل هل تشكل منظومة S-400 خطورة على قوة وتماسك حلف شمال الأطلسي؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم من المشهد، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الدكتور علاء عبد الحميد، أستاذ العلوم السياسية بالأكاديمية العربية. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. اسمح لنا دكتور علاء أن نذهب لمتابعة المزيد من التفاصيل حول هذا الملف في سياق هذا التقرير، ثم نبدأ القراءة. انتقادات وجهتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد حصول تركيا على منظومة صواريخ S-400 للدفاع الجوي الروسية باعتبارها تقوض تماسك حلف ناتو وفاعليته. وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان على رفض أمريكا حصول تركيا على هذه الصفقة، وأكد سوليفان على رغبة إدارة الرئيس بايدن في بناء علاقة بناءة مع تركيا وتوسيع مجالات التعاون وإدارة الخلافات بين البلدين بشكل فعال، كما أن الإدارة الجديدة ملتزمة بدعم المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون. ونقل سوليفان نية الإدارة الأمريكية الجديدة تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي من خلال الناتو، معربا عن القلق من أن حصول تركيا على أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400 الحديثة يقود تماسك الحلف وفاعليته. وكانت واشنطن في ديسمبر الماضي قد فرضت عقوبات على أنقرة بسبب استحواذها على أنظمة دفاع روسية الصنع من طراز S-400، وهي خطوة وصفتها تركيا بأنها خطأ فادح. وتقول واشنطن إن صواريخ S-400 تشكل تهديدا لطائراتها المقاتلة F-35 وأنظمة الدفاع الأوسع لحلف شمال الأطلسي. من جانبها تقول أنقرة إن شراءها لمنظومات S-400 لم يكن خيارا بل كان ضرورة، لأنها لم تكن قادرة على شراء دفاعات صاروخية من حلفاء آخرين في الناتو بشروط مرضية. ويذكر أن يشار ياكيش وزير الخارجية التركي الأسبق كان قد أكد أن وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السلطة سيجبر تركيا على تغيير سياساتها الخارجية، مشيرا إلى إقدام تركيا على تغييرات كبيرة في سياساتها الخارجية. مشاهدينا لكم التحية مجددا، ولضيفي في هذه الحلقة من المشهد الدكتور علاء عبد الحميد، أستاذ العلوم السياسية بالأكاديمية العربية. أجدد لحضرتك التحية دكتور. أهلا وسهلا دكتور. بداية، جاك سوليفان المستشار الأمن القومي الأمريكي وصف تركيا بمصدر القلق للولايات المتحدة. بداية، دلالة هذا الوصف دبلوماسيا ماذا يعني؟ أنها أصبحت مصدرا للقلق للولايات المتحدة؟ بداية عاوز أقول أن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بأي دولة شرق أوسطية، المحدد الأساسي هو أمن إسرائيل. أمن إسرائيل هو المحدد الأساسي لعلاقة واشنطن بأي دولة شرق أوسطية. وبالتالي منظومة صواريخ S-400 من شأنها أنها تكشف وتعري إسرائيل، منظومة طيران الإسرائيلية. ومن هنا فإن إسرائيل تعترض على منظومة S-400، وقد حاولت تركيا شراء منظومة صواريخ مشابهة من الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها رفضت، لأن المسافة العرضية بين تل أبيب وأنقرة 1120 كيلومتر، يعني أي طيران إسرائيلي
سيحلق ستظهره منظومة الصواريخ S-400. لذلك اعترضت الولايات المتحدة ومنعت وصول صواريخ باتريوت اللي هي مضادة للصواريخ، وكذلك طيران الشبح اللي هو F-35 إلى أنقرة. طب معلش يا دكتور، يعني إذا كان الوضع كذلك، ماذا تشكل تركيا من خطورة على إسرائيل حتى ترفض إسرائيل وجود مثل هذه المنظومة في الدفاعات الجوية التركية؟ أوكي، سؤال جيد جدا، شكرك عليه. الشرق الأوسط هناك 3 دول وازنة: تركيا وإسرائيل وإيران. هذه الدول العلاقة بينها إما علاقة تصارعية أو تعاونية، وبالتالي 3 دول اللي احنا ذكرناهم اللي هي الدول الوازنة في منطقة الشرق الأوسط بينهم علاقات تنافسية تصارعية على التمدد، وهذا واضح جدا في الأزمة السورية. نعم، 3 دول. لذلك إسرائيل تعترض على منظومة S-400، وS-400 وجودها في تركيا في حلف الناتو يسبب مشاكل لحلف الناتو، بسبب ان اي عتاد عسكري يتم شراؤه من دولة الى اخرى يخضع الى قواعد معينة، منها التدريب والصيانة والامداد والتموين بالقطع الغيار. لذلك وجود S-400 منظومة صواريخ روسية من شأنه ان يخضع الى تدريب واشراف على التدريب من خبراء عسكريين روس. نعم، هذا معناه ان تنكشف السياسات العسكرية لحلف الناتو امام خبراء روس، وهذا ما ترفضه دول الناتو. طب السؤال اللي بيوجه بشكل اخر هو، اذا كانت تركيا تملك السلاح الروسي وتملك في ذات الوقت العلاقة بحلف الناتو، فهي لماذا ستكشف الأسرار العسكرية الروسية الأمريكية أو الخاصة بحلف الناتو لروسيا ولا يحدث العكس؟ يعني لماذا لا تكشف أسرار S-400 لدول الغرب ودول حلف الناتو؟ تمام، وجود الصواريخ من شأنه أنه وجود منظومة الصواريخ داخل أراضي تركيا من شأنه أن يخضع للصيانة والتدريب وقطع الغيار من روسيا، إضافة إلى الإشراف على التدريب. الإشراف على التدريب يعني وجود خبراء عسكريين روس داخل الناتو، وهذا ما ترفضه دول الناتو، لأن دول الناتو لها سياسات عسكرية ترفض أن تنكشف تلك السياسات أمام خبراء عسكريين روس. طب ما هو الولايات المتحدة تملك قواعد عسكرية داخل تركيا، كيف يمكن أن تتعامل روسيا مع خطر وجود خبراء أمريكيين داخل الأراضي التركية ربما تكشف لهم أسرار صواريخ S-400؟ لا، الأمريكان ليس لديهم قواعد عسكرية داخل تركيا. الأمريكان لديهم قواعد عسكرية في قاعدة العديد الجوية وأنجرليك. أنجرليك لا، مش قاعدة أمريكية يعني. لذلك هناك لا يشكل الناتو خطرا على روسيا بقدر ما تشكل روسيا خطرا على الناتو، هذا ما تقصده حضرتك؟ تمام. نعم. تمام. طب مايكل رومان المسؤول السابق في البنتاغون كان قد تحدث أن السبب الوحيد الذي يجعل العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا متماسكة على مدار السنوات الماضية هو العلاقة الشخصية التي كانت تربط ما بين الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. بانتهاء هذه العلاقة وخروج دونالد ترامب من الرئاسة الأمريكية يجب أن يشعر أردوغان بالقلق. إلى أي مدى يعني بتقيم حضرتك هذا الطرح من مسؤول في البنتاغون، وإن تركيا نقاط الخلاف بينها وبين الولايات المتحدة وفق كلام مايكل روبن نقاط الخلاف كثيرة ومتعددة وتشبه الصراع؟ تمام، السياسة هي موائمة بين المقاومات الأساسية والمنطلقات الوطنية، وبالتالي لا يوجد مصالح شخصية في السياسة، هناك مصالح دول. ولا يوجد مصالح دائمة، هناك لا توجد صداقات دائمة، هناك مصالح دائمة. العلاقة مع إسرائيل اللي هي
المحدد الأساسي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الشرق الأوسطية هو المحدد الأساسي. العلاقة مع إسرائيل هو المحدد الأساسي، وهو عابر للرؤساء في أمريكا سواء بايدن أو ترامب، كما هو عابر للأحزاب سواء ديمقراطيين أو جمهوريين. العلاقة مع إسرائيل هي علاقة مقدسة. معنا عبر الهاتف من نيويورك بالولايات المتحدة الأستاذ صفي الدين دياب المحلل السياسي. برحب بحضرتك أستاذ صفي. أستاذ صفي، بداية، كيف تنظر إلى تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي بالنسبة لامتلاك تركيا لصفقة الصواريخ الروسية S-400؟ كيف ترصد انتقادات الولايات المتحدة لهذه الصفقة والخطورة التي تقدرها إدارة الرئيس جو بايدن لامتلاك تركيا لهذه الصواريخ؟ بالطبع عملية التوجه التركي للحصول على صفقة الصواريخ الروسية هي تعتبر مناقضة للشراكة العسكرية الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر طعنة بالطبع بالنسبة العسكرية الأمريكية، نظرا أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قواعد داخل تركيا. أولا، لديها قوة كبيرة من الجيش الأمريكي، تعتبر أكبر قاعدة أمريكية في الخارج موجودة في تركيا. هذا من ناحية. من الناحية الثانية، هناك شراكة عسكرية أيضا بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مساعي بالنسبة لتركيا بالاستمرارية والتعاون مع حلف الأطلنطي. هذا بالطبع يمكن بيقوض الشكل العام والأمانة العامة لعملية الشراكة السياسية والاستراتيجية والعسكرية بين تركيا وهذه الأطراف. انهم ينظرون بالطبع بالنسبه لعمليه استخدام السلاح الروسي لدى شريك معهم، هذا بيعتبر بالنسبه لهم مقلق، ويبين ان هذه الشراكه غير امينه ولا تقوم على اساس من الـ 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 الامان او اساس من حسن السلوك او حسن النوايا بالنسبه لهذه الشراكه. يمكن هذا هو ما اثاره الولايات المتحده الامريكيه، واعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه تصلي بالطبع في فرض عقوبات على تركيا مستقبلا بسبب هذا التصرف. هذا سيؤدي الى مزيد من الضغط على تركيا لعدم تكرار ما قامت به من عمليه اجراء هذه الصفقه مع الاتحاد الروسي. طب اسمح لي سيد صفي، يعني كان هناك حديث او نقد من الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب لإدارة باراك اوباما بانها هي التي منعت وصول صواريخ باتريوت الى تركيا، وبالتالي اضطرت تركيا الى اللجوء الى روسيا للحصول على الاس 400. لماذا أوجد دونالد ترامب هذه الذريعة لأردوغان للجوء إلى روسيا، ولماذا يبحث له عن المبررات للحصول على مثل هذه الصفقة؟ بالطبع يمكن بالتوجه الأمني الرئيس ترامب بالطبع تعلمي أن هناك عملية المناورات السياسية لكل طرف منهم يحاول أن يقوض الآخر أو يقوض جهود الآخر، لكن هي عملية حد صواريخ باتريوت عن الأتراك لأن هناك القاعدة الأمريكية الموجودة في تركيا هي مزودة بصواريخ باتريوت، وتعلمين أن الولايات المتحدة الأمريكية حينما استخدمت هذه القاعدة استخدمتها في كثير من العمليات سواء كانت في سوريا أو سواء كانت في العراق. بالطبع بالنسبة لهذه المنطقة مجتهدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وكانوا يستخدموا هذه القاعده في كثير من الصلاعات الجويه وتوجيه الضربات للعراق الاوليه والاستباقيه ثم عمليه الغزو بالنسبه للعراق، كل هذا تم من داخل الاراضي التركيه. هذا من ناحيه. الناحيه الثانيه تعلمين طبعا ان عمليه تزويد تركيا بهذه الصواريخ ربما قد يؤثر على مسار القوى العسكريه الامريكيه الجويه المتواجده في هذه القاعده، او عمليه يعني تحليم البلد المضيف لتعلم الولايات المتحده الامريكيه. بالطبع الجيش الامريكي كله استراتيجيه، لدي صواريخ باتريوت لا ينبغي ان ازود بها المضيف. لماذا؟ لانه يريد دائما اخضاع وتعويض المضيف الدوله المضيفه للقاعده
وان يحجب قواتها العسكريه حتى لا تنقلب عليه في اي وقت. انك تعلمين ان تركيا دوله كانت تدافع عن كثير من مصالح اقتصاديه مع العديد من البلدان، لا علاقات باسرائيل، لا علاقات بالاتحاد الروسي، لا علاقات بالصين، فهذا كان بيخيب الامريكان من عمليه تزويدهم بهذه الصواريخ. طب سيد صفي، يعني أرجو أن تبقى معنا وسأعود لك لاحقا. اسمح لي دكتور علاء، يعني كنا بنتحدث عن منظومة S-400 ووجود هذه المنظومة داخل الأراضي التركية يشكل خطورة على حلف الناتو. كان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار كان قد كشف في وقت سابق عن رغبة بلاده إلى إجراء حوار مع الولايات المتحدة بخصوص هذه الصفقة، وإن كان قد يعني تحدث عن أن الرجوع عن النقطة التي تم الوصول إليها أمر في غاية الصعوبة. كيف تنظر إلى المشهد الآن؟ هل الأمر أصبح خرج عن نطاق السيطرة؟ لن تستطيع تركيا أن تتراجع عما أقدمت عليه؟ لا تستطيع أن تتراجع تركيا، وبخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية حجبت صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ، كما حجبت صفقة طيران F-35 اللي هي الشبح. نعم. وبالتالي تركيا تلعب على التناقضات. تركيا كانت هناك حادثة اسقاط الطائرة الروسية، وكانت هناك خلافات روسية تركية، فهي تلعب على التناقضات، وهناك تناقضات داخل الأزمة السورية. تستغل تركيا ويستغل أردوغان في التواصل سواء مع روسيا أو مع واشنطن. طب بالنسبة للأزمة السورية، ألا ترى أن الأزمة السورية يعني تركيا والولايات المتحدة كان حليفان في منتهى القوة والتوافق بدرجة كبيرة، لكن جاءت الأزمة السورية لتحدث نوعا من الشرخ في جدار العلاقات بين البلدين لاختلاف المصالح ربما، هل بترى أن الأزمة السورية كانت هي السبب الذي أدى إلى وجود منع لوصول صفقة صواريخ الباتريوت إلى تركيا وبالتالي لجأت هي إلى الجانب الروسي؟ 10 سنوات مرت على بداية الأزمة السورية. لم يستطع النظام سحق المعارضة، وفشلت المعارضة في إسقاط النظام، وبالتالي أصبح المجتمع السوري منقسما انقساما عموديا على ذاته بين مؤيد للنظام وبين معارض للنظام. نعم. وشكلت الأزمة السورية فائضا من الاحتقان ومزيدا من القتل، ومزيد من القتل كل يوم ترتكب الفظائع بحق الأطفال والنساء، كل يوم آلة القتل تستباح كل مكونات الشعب السوري. ويحاول أردوغان، أو فشل أردوغان، فشل أن يحصل على شريط في شمال سوريا بعرض 30 كيلومتر لمنزوع السلاح من بداية الأزمة، وهو يصر على ذلك وقد فشل. وهناك الكثير من التناقضات بين المشروع العثماني والمشروع الفارسي داخل الأزمة السورية. نعم. 50% من الشعب السوري في دول الجوار، وال50% الأخرى هم نازحين داخل الأراضي السورية. الوضع المعيشي سيء جدا. نعم، ولكن أنا أتحدث عن العلاقة ما بين تركيا والولايات المتحدة فيما يخص الأزمة السورية، يعني هل كانت هي ما شق هذه العلاقة؟ تمام. الولايات المتحدة تعمل في الأزمة السورية بأجندة إسرائيلية. من أهم أهداف إسرائيل في الأزمة السورية هو مد الأزمة بقدر المستطاع لإفشال الدولة السورية وتحويلها إلى صومال جديد. وبالتالي العلاقة مع تركيا بالنسبة للولايات المتحدة كلاهما في حلف الناتو وبينهما مصالح مشتركة. نعم. اسمح لنا نعود من جديد للسيد صفي الدين دياب المحلل السياسي معنا من نيويورك. سيد صفي، هل لك أي تعقيب على كلام دكتور علاء؟ عملية الوضع في سوريا تعارض المصالح للولايات المتحدة الأمريكية ونتيجة المصالح الذاتية لكل دولة منهما. الولايات المتحدة الأمريكية كما تعلمين
تريد إنجاح عملية خط البترول من بغداد حتى البحر المتوسط عبر الأراضي السورية، هذا لها هدف في هذا الأمر. هناك أيضا بالنسبة للأطراف يريدون إجهاض المشروع الكردي في شمال سوريا والتواجد لضمان قتل القوة الكردية المتواجدة لإحداث حالة من الاستقرار في الجنوب التركي من ناحية. ثانيا مشروع الدولة العثمانية كما قال الدكتور، هي طبعا فكرة الزعامة التركية هي مختملة في ذهن أردوغان منذ فترة طويلة من عام 2004، وهذا ما أعلنه أردوغان هنا في نيويورك وكان ضيافة لأحد أحفاد السلطان عبد الحميد، وقال هذا الكلام في أحد الاجتماعات وكنا حاضرين وسمعنا مقاله. هو كان بيحاول إعادة الدولة، صياغة الدولة العثمانية مرة أخرى عن طريق تمديد القوة الاقتصادية، ثم لجأوا لعملية التمديد عن طريق الفن والانترتينمنت والحاجات اللي عملوها بالترجمات العربية لدخول البيوت العربية أولا، لفرش أرضية لعملية الدخول في المنطقة العربية، بعد ذلك بدأوا يدخلوا من الناحية الاقتصادية في السودان والمناطق الموجودة في المحيط بالبحر الأحمر. يمكن كل هذه التوقعات التركية كانت واضحة جدا أنهم يريدون إعادة المشروع التركي إلا العثماني من ناحية، ومن ناحية ثانية هي عملية إجهاض القوة الكردية الموجودة في شمال سوريا وغرب العراق وشمال العراق. أما بالنسبة للأمريكان هو موضوع مطول بالنسبة لهم، كان بيحاولوا عملية إحياء خط الأنابيب الذي تم مده من أكثر من 25 سنة في وجود الرئيس صدام حسين، وقد أوجد هذا المشروع بسبب الخلافات بين الرئيس حافظ الأسد والرئيس صدام حسين. طب سيد صفي، يعني هل تتفق مع كلام دكتور علاء بأن الولايات المتحدة تتحرك في المشهد السوري أو في رفض امتلاك تركيا لصواريخ S-400، هل تتحرك في ذلك بأجندة إسرائيلية أو برغبة إسرائيل أو حماية لإسرائيل؟ بالطبع هناك تعامل بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية، لأنهما بالطبع يعملان عن قرب بعض في هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تنسق مع إسرائيل في كل شيء، والإسرائيليين أيضا ينسقون مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص أي تحركات أو توجهات. أما بالنسبة لعملية الوجود داخل سوريا، فكما تعلمين أن بالطبع هناك مسألة الجولان مسألة مهمة جدا بالنسبة للإسرائيليين، والامريكان بيحاولوا انهم يعني يساعدوا اسرائيل في هذه المساله لارهاق الجيش السوري وتمزيقه اولا في الداخل، تقطير الاوصال داخل سوريا ما بين الشمال والجنوب، تقسيم سوريا كما بيسعى الامريكيون من مساله الفوضى الخلاقه التي ضربت المنطقه العربيه في عام 2011 وامتدت من ليبيا الى اليمن الى مصر الى تونس الى سوريا. كان بالطبع هذه الاجنده بتهدف الى عمليه التقسيم في الاساس، لانهم لا يؤمنون ولا يوافقون على وجود دول عربيه قويه في هذه المنطقه. هذا بيتعارض مع الوجود الاسرائيلي، هو دائما بيهدد الوجود الاسرائيلي. ايضا عمليه امتلاك تركيا للصواريخ المضاده ومنع البترول عنها، ده بالطبع له اجنده عسكريه بالنسبه لهذه المنطقه، اللي اولا بتتعارض مع اسرائيل، بتتعارض مع المصلحه الامريكيه الذاتيه في هذه المنطقه، خاصه في شرق المتوسط وشمال العراق. نعم، اسمح لي أعيد لحضرتك السؤال اللي وجهته لضيفي هنا في الاستوديو، عن أن وزير الدفاع التركي قال أن تركيا لديها رغبة في فتح حوار مع الولايات المتحدة، ولكن الأمر أصبح في غاية الصعوبة التراجع عن النقطة التي تم الوصول إليها الآن. إلى أي مدى هناك إمكانية لتركيا أن تتراجع عن مثل هذه الصفقة والعودة إلى أحضان حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة برفض هذه الصفقة؟ بالطبع يمكن عملية التوازن الاقتصادي والمصلحة الاقتصادية والعسكرية في شرق المتوسط ومنطقة شمال العراق والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تركيا قطعت شوط كبير جدا في عملية الاستثمارات الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وشرق المتوسط. لابد أن تركيا ستوازن ما بين مصلحتها الذاتية أولا، وما سيؤول إليه الحال في حال الاستمرار في عملية الصفقة مع الاتحاد الروسي. وأعتقد أن الأطراف ربما
يحاولوا ان يتراجعوا لارضاء المعسكر الغربي لانه اكثر يعني فائده للاطراف. وهذه نقطه ربما ستفقد تركيا كثير من المصداقيه مع الروس، خاصه ان العلاقه بين روسيا وتركيا ليست العلاقه كما يتصورها الكثيرون انها علاقه حميميه، لا هي علاقه بالذئب بالاسد كما يقولون، او يعني ما ليست عمليه يعني على ما يرام، ولكن هم يعني بيحاولوا حاليا يبحثون عن مصالح اقتصاديه ونقاط اقتصاديه مشتركه بين الدولتين ان كانت ستفيد، ولكن اعتقد انها لن تصل الى حاله التزاوج السياسي بين الدولتين. نعم، ابقى معنا سيد صفي، وأعود من جديد إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور علاء عبد الحميد. دكتور علاء، يعني خلوصي أكار وزير الدفاع التركي تحدث أن الولايات المتحدة يجب أن تنأى بنفسها عن فرض المزيد من العقوبات على تركيا، ماذا تملك الولايات المتحدة لإيقاف مثل هذه الصفقة أو الصواريخ الروسية في تركيا دون العقوبات؟ الولايات المتحدة لن توقف هذه الصفقة، وأردوغان مستمر في إتمام هذه الصفقة، ولكن الولايات المتحدة تحجب طائرات F-35 لطائرات شبح، تمنع صواريخ باتريوت، وربما تكون هناك عقوبات اقتصادية على تركيا. أردوغان يحاول من هذه الصفقة ابتزاز دول الاتحاد الأوروبي، وهو قد ابتز من قبل عندما فتح الأبواب إلى اللاجئين السوريين لتدق أبواب أوروبا، وقام بغلق الحدود مقابل 4 مليار، استطاع أن يحصل على 4 مليار، ثم قام بعد ذلك بابتزاز، استغل عوز وفقر اللاجئين السوريين، وقام بإرسالهم إلى طرابلس الليبية للموت في شوارع طرابلس. أردوغان هو أكثر إنسان استطاع أن يستفيد من الأزمة السورية، تاجر بكل شيء في الأزمة السورية للأسف الشديد، في محاولة لاستعادة أمجاد السلطنة العثمانية على حساب الدول العربية والأراضي العربية. حتى الآن هم يرفضون التخلي عن لواء اسكندرون، والميزان العسكري السوري التركي ليس في صالح سوريا حتى تستعيد لواء اسكندرون وهو أراضي عربية. نعم، اسمح لي أذهب من جديد إلى السيد صفي الدين دياب. سيد صفي، يعني إذا وجهت لحضرتك نفس السؤال، ماذا تملك الولايات المتحدة سوى سلاح العقوبات على تركيا جراء شرائها هذه الصفقة من الاتحاد الروسي؟ بالطبع الجانب الامريكي بيحاول ان يمارس معظم الضغوط المتاحه لديه، الضغوط الامريكيه على تركيا ليست قاصره على مساله التزويد بالسلاح فقط، بل السوق الامريكيه هنا واحده من الاسواق التي بتستقبل حجم تجاره كبير جدا من تركيا الان، بيعود العمله الصعبه على الخزانه التركيه، خاصه في صناعه المنسوجات والحرير وكل هذه والارضيه وكل هذه المنتجات التركيه. بالطبع بتشق طريقها في السوق الامريكي بسهوله جدا وبقوه شديده جدا، بل ومتميزه ويمكن تتميز عن المنتجات المنافسه في معظم بلدان العالم. يمكن هذه النقطه بالنسبه للاتراك ربما ستضر كثيرا اذا استخدمت العقوبات الاقتصاديه على عمليه فرض رسوم على اي منتجات قادمه من تركيا، هذه نقطه. اما بالنسبه للجانب التركي فما يمكن بحيي الدكتور علاء على رفض الابتزاز الخاص باردوغان، لان اردوغان كما تعلمين بالطبع يظل يراوغ ويظل يلوح بالمضي قدما في صفقات من دول اخرى كالاتحاد الروسي او الصين او غيرها، لا لشيء الا كي يردخ الامريكيين على الموافقه على مطالبهم بشراء الصفقه الامريكيه التي كان مطروحه من قبل، ولكن تمرير الصفقه التي حجبها الديمقراطيون من قبل، ولكن كل هذه الامور اعتقد حضرتك بتتحدث عن الاف 35 ولا بتتحدث عن صواريخ باتريوت؟
يعني اعتقد ان يعني بعد حصول تركيا على صفقه الصواريخ اس 400 لم تعد في حاجه الى صواريخ باتريوت، ولكنها ما زالت ربما في حاجه الى الطائرات اف 35. هل بتعتقد حضرتك ان الولايات المتحده ستتمسك فعلا بمنع الاف 35 عن تركيا؟ اكيد، لان هناك قاعده امريكيه، لا تنسي ان القاعده الامريكيه ضخمه وكبيره جدا في تركيا، والامريكيين حينما يضعون قاعده ضخمه في مكان ما في معظم بلدان العالم لا يزود الدوله باحدث ما لديه من سلاح في المجال الجوي بالذات. اولا لحصانه القاعده، لحصانه الاهداف الاستراتيجيه للدوله الامريكيه في هذه المنطقه، فلا اعتقد انهم سيوافقون اولا على عمليه منح الاتراك الاستراتيجي. نعم دكتور علاء، يعني هل بترى ان تركيا في حاجه الى طائرات اف 35 من الولايات المتحده، ام انها ربما تلجا الى روسيا للحصول على البديل، او الى اي طرف اخر تحصل منه مثل ما حصلت على الاس 400؟ تمام، الولايات المتحده الامريكيه هناك كثير من الملفات في نقاط خلاف بين تركيا وبين الولايات المتحده الامريكيه. اهم هذه الملفات هو ملف الاكراد، وهو الملف الاكثر ايلاما لتركيا. نعم، واخد بال حضرتك؟ لذلك اعتقد ان الولايات المتحده لن تسلم طائرات اف 35 الى تركيا، وتركيا لن تلجا الى روسيا، لان الوضع الاقتصادي التركي سيء جدا، والعمله التركيه خسرت الكثير من قوامها، وهناك تدهور اقتصادي، ونحن على ابواب انتخابات رئاسيه جديده، ومن المحتمل ان يسقط اردوغان بعد تخلي احمد داوود اوغلو اللي هو صاحب استراتيجيه تركيا صفر مشاكل، وعبد الله جول، وهما الجناحين اللي كان اردوغان يحلق بهم في الماضي. نعم، إذن تركيا لن تبحث عن البديل للولايات المتحدة بالنسبة لصفقات السلاح في الفترة القادمة برأي حضرتك، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادي وتعويم الليرة التركية، وبالتالي لن يستطيع أردوغان شراء اف 35، وهو ليس بحاجة إليه. نعم، هو فقط جاء بمنظومة اس 400 حتى يبتز دول الناتو والاتحاد الاوروبي. طب الحديث عن دول الناتو والاتحاد الاوروبي، يعني الامر يخرج عن نطاق الولايات المتحده، فالولايات المتحده ليست هي العضو الوحيد في الناتو. دور الاتحاد الاوروبي في رفض هذه الصفقه، يعني كان اردوغان يعتزم اجراء تجارب على صواريخ اس 400 في اكتوبر الماضي، والامر كان اثار موجه عارمه من الانتقادات من قبل الاتحاد الاوروبي. الى ماذا تسفر مثل هذه الانتقادات سواء من الولايات المتحده او الاتحاد الاوروبي في ايقاف عجله استخدام تركيا لهذه الصواريخ؟ هناك خلافات جوهريه بين تركيا وبين الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي رفض انضمام تركيا ووضع شروط تعجيزيه. لأن الاتحاد الأوروبي هو نادي مسيحي، تركيا هي خزان للسنة، فرفض الاتحاد الأوروبي ووضع شروط تعجيزية، فشل أردوغان في أن يتجاوزها. إلى جانب أن محاولة أردوغان العبث في الشرق المتوسط كرس تلك الخلافات، وبخاصة بينه وبين فرنسا، وحدث نوع من التلاسم بين الرئيس الفرنسي ماكرون ورجب طيب أردوغان. نعم، لذلك وضع أردوغان سيء جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي فرض عليه عقوبات من قبل، عقوبات اقتصادية، ومن المحتمل تكرار تلك العقوبات مرة أخرى. نعم، طب اسمح لي سيد صفي، يعني نحن الآن أمام أمر واقع، تركيا تمتلك هذا السلاح الروسي، والاتحاد الأوروبي أو دول الناتو جميعا ترفض هذا الوجود للسلاح الروسي. إلى أي مدى سوف ينتهي هذا، أو برأيك يعني وقراءتك لهذا المشهد في المستقبل القريب، ماذا ستسفر عنه الأيام القادمة؟ هذا الطرف يرفض وهذا الطرف يملك بالفعل. سيد صفي،
يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد صفي الدين دياب المحلل السياسي، كان معنا عبر الهاتف من نيويورك. على أي حال أوجه سؤالي لحضرتك دكتور علاء، يعني أين نقف الآن من حصول تركيا على هذه الصفقة ورفض أوروبي وأمريكي لها؟ من المرجح تمسك أردوغان بهذه الصفقة، ومن المرجح أيضا هو فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي على تركيا. طب بالنسبة للولايات المتحدة، كان الرئيس السابق دونالد ترامب رفض فرض عقوبات اقتصادية، وهو الأمر الذي يعني طالبه به الكونغرس من قبل بعد حصول تركيا على هذه الصفقة من روسيا، وقال إن مثل هذا الإجراء ربما يؤدي إلى ارتماء تركيا في أحضان روسيا أكثر وأكثر. إلى أي مدى بترى إن بايدن سيسير على نفس نهج ترامب في المخاوف من المزيد من التقارب بين تركيا وروسيا في الفترة القادمة؟ بايدن سيتبع نفس السياسة التي اتبعها ترامب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية يحكمها مؤسسات وليس أشخاص، وبالتالي هناك سياسات مرسومة سيقوم الرئيس بتطبيقها. نعم، ولكن هناك العديد من الملفات حدث بها خلاف وأقدم عليها السيد بايدن بإجراءات مختلفة عن إجراءات دونالد ترامب في الفترة الماضية منذ توليه الرئاسة. تمام. هل من المتوقع أن يتخذ إجراء مخالفا لسياسة ترامب بالنسبة لتركيا؟ لا أتوقع ذلك. الرئيس بايدن سيتبع نهج نفس السياسات التي اتبعها الرئيس ترامب في ملفين، ملف إيران النووي وفي ملف تركيا، التمدد التركي سواء في العراق أو في سوريا أو في الشرق المتوسط في ليبيا. نعم، والملف النووي الإيراني هيتمسك بما أقدم عليه ترامب؟ رغم أن كانت تصريحات جو بايدن بأنه سوف يعيد النظر في الخروج من اتفاق 5+1؟ هناك أسس وضوابط في السياسة الخارجية الأمريكية. نعم. لا يستطيع الرئيس تجاوزها. هناك الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الديمقراطيين والشيوخ والنواب. وبالتالي هناك ضوابط لا يستطيع الرئيس تجاوزها. وأنا أعتقد أن إسرائيل ستضغط على بايدن حتى يخرج من الاتفاق النووي. لن يعود إلى الاتفاق النووي. إسرائيل نتنياهو أعلن أنه لن يكون هناك برنامج نووي لإيران، لن تسمع إسرائيل. نعم، عموما اليوم في خطاب مهم لجو بايدن بشأن السياسة الخارجية الأمريكية، وبطبيعة الحال سوف نولي قدرا من اهتمام النيل للأخبار. أشكر حضرتك شكر جزيل على وجود حضرتك معنا الدكتور علاء عبد الحميد أستاذ العلوم السياسية بالأكاديمية العربية. شكرا جزيلا. شكرا. أشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة، غدا بإذن الله قراءة في مشهد جديد. إلى اللقاء.